كده غلط والحرام كده يبقى شتا مش حتا كده زي ما يكون الواحد بيكتب اوضاع مش قابلها برشام عشان يقدر ينام او بقى بيسكر عشان يعرف يواجه نفسه يعني موت هبم له كاس المنى قبل ان تملا كاس العمر لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي العيش قبل الاوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان قول يا محمود قول يا محمود ايه هي الحقيقه يا محمود الاخلاص مع النفس اولا شكسبير في الحياه المسرح كنت اجمل جولييت في الشرق كله روميو روميو لماذا انت روميو ضعنا بحر يا محمود البحر البحر اخر ملاذ من حمريه الناس والحريه يا محمود انك تكون عبد للحقيقه بس والحب يا محمود الحب هو العطاء انا الذي احبك فانا المدين لك بكل شيء فولتير فولتير زي بعضه